प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं है, तंगी खत्म नहीं होती, गुर्बत पैरों में जंजीर डाले रखी है। तो प्यारे दोस्तों, सूरह तारीख की तिलावत आपके लिए परफेक्ट है अगर ये मसला आपके साथ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बार बार कोई काम कर रहे हैं, वो काम आपका बिगड़ जाता है, वो काम नहीं हो पाता, नहीं बन पा रहा है, तो भी आपके लिए सूरह तारीख की तिलावत परफेक्ट है। प्यारे दोस्तों, सूरह तारीख की खास फजीलत यह है कि अगर किसी शख्स को आसेब का असर हो गया हो, तो आसेब के असर को जायल करने के लिए यह सूरत की तिलावत बहुत ही ज्यादा मुअत्तर है। अगर रिस्क का मामला हो, परेशानी का मामला हो, बिगड़े काम का मामला हो, इन तमाम चीजों के लिए सूरह तारीख की तिलावत बिल्कुल परफेक्ट है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी शख्स को आसेब का असर हो गया हो, तो आसेब को खत्म करने के लिए इस सूरत को 11 रोज तक रोजाना 111 मरतबा जो है पढ़कर पानी पर दम करे, आसेब सदा को पिलाए, इंशाल्लाह आसेब का असर जायल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, और आप अपने हर काम, बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए रोजाना जो है इस सूरत की 11 मरतबा तिलावत कीजिए। अगर आप 11 मरतबा तिलावत नहीं कर सकते, तो हमारी इस वीडियो में 11 मरतबा तिलावत करके हम आपको देने वाले हैं। आप रोजाना इस सूरत की तिलावत को सुन लिया कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 30 से 40 सेकंड का वक्त लगता है एक मरतबा सूरह तारीख की तिलावत करने के लिए। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से इस सूरत से बिगड़े काम बनते हैं, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाएंगे, तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, हम तिलावत शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بلازل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أملهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بلازل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها
حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقولها فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقولها فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقولها فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقولها فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقولها فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقولها فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا.